دفاتر في زبالي وما كانش علي اي شاهد. كيف تتشكل المشاهد؟ كيف تتشكل المشاهد؟ هل امي بتفرح بتخريجي؟ هل ابوي بيطبطب عكتافي؟ هل حضنك بيضل لي دافي؟ هل بتعلم منها اتعامل مع كل المشاكل اللي بداخلي بطرق ثانية؟ هسا بدي افتح باب الخزانة، بطلع بيتي وانا بارك، اسرع مني وانا تارك فكرك عمره تبين فارق، حامل الحمل وساكت. ولك مالك سحلة تدانك، انا حافظ كل كذب ممكن تنحكالي، الغالي عندك عندي بالزبالة، بس لو جيتي بدري لاني حافظ هذا القالب، تكذبيش الجوز عارفين الدنيا غابي. ملاقي حب الناس راضي فيه، لكن لو تجمع مخاوفي كل المواقفي ضلني مكان انا واقفي، حتى لو كانت معاركي كلها مع عقلي الباطني، حتى لو كانت الدنيا ترقص لي في عرسي ما دام الجواب مش بداخلي، مش مقدر مش شايف مش سائلي، داري بالناس وبجاملي وصلوا رسائلي، الصوره صارت عندي كامله، عفوا ما ضلش مجال المجامله. لا نفترض اني مهاجم عالدنيا وسكت ومسالم، ولا فتحت في عقلي المناجم، ضليت مسدس كله بمعكاتي، شو كان بيفرقني عن البهايم؟ شو كان بيفرقني عن البهايم؟ لو اني تعايشت مع اني غراب مقصوص جناح وبلا ريشو، مين كان اتجرأ يتفوه بالقلتو ويعيش نص العشتو عم عيشو؟ كيف كنت رح وطي صرخات الهلاوس؟ كيف رح بقدر طفي حريقي؟ بلا راب بلا جوينت بلا فيم، مين اللي كان بقي صديقي؟ الخيل والليل والبيداء وتعرفوني، وشو استفدنا من هيك معارف؟ كل الايادي الصافح تمل محتى، وانت كسيت وعوده وانشرت عواطف، فخرب ما ورائيات الامور، هوامش دفاتر اكتر من الاسطور، مسوده لنعوي موده لتحوي، بتصدق كل نزوه بتخدير وخمور. بنفس الوقت ترى بيجي ببالي هالعيش الموتره تعتقني بحالي، كل مره بطلع فيها من المعتقل والدتي بتبكيني وبتقلي كرمالي، هدي كرمالي سامحيني عاللي عملته بحالي، لكني بواقع معاطيني ولا خيار تاني غيره للحالة. كمشيت عدراما استفهر سالك، وانت التانية اللي جذبني جنانك، كرهانة للدولة كرهانه للشعب، وبحبك لدرجة كرهانك، كل شي متمحور بالورقة والدفتر والقطعة والكون الغارق بمحيطن، ثلاث ارباع الافكار اللي انحكت لولا البداية بعمري ما حكيتن. لو انا غيرنا البداية كبيت الدفاتر في زبالة وما كانش علي اي شاهد. تتشكل المشاهد؟ كيف تتشكل المشاهد؟ لا نفترض اني مهاجم عالدنيا وسكت ومسالم، ولا فتحت في عقلي المناجم، ضليت مسدس كله بمعكاتي، شو كان بيفرقني عن البهايم؟ شو كان بيفرقني عن البهايم؟